ما هو واد كنيس؟ واد كنيس هو شركة جزائرية مختصة في إعلانات البيع والشراء عبر الإنترنت، توفر حلولاً للمجتمع الجزائري لبيع السلع وشرائها، أين يعتبر سوقاً افتراضية جزائرية. أليكسا، ويتم فيه زيارات يومية تفوق 800,000 زائر، أغلبها من الجزائر. تمتلك الشركة مواقع أخرى أيضا جاءت بعد نجاح الموقع الرئيسي واد كنيس، وهي كموقع أوتوبيب وسيفي سيفيت. انطلقت سنة 2006 على يد مؤسسيها هشام سودة، أمين بن موفق، مهدي مونس بوزيد، وجميل الدين ديب، بعد حادثة إغلاق السوق الشعبية في شارع يسمى واد كنيس بالجزائر العاصمة، وتحديدا في بلدية القبة، ليتبنى الأصدقاء الخمسة فكرة إطلاق منصة بديلة عن تلك السوق الشعبية. في بدايتها كانت عبارة عن مدونة بسيطة لتتحول لموقع إعلانات متكامل للمجتمع الجزائري. وليس كباقي الشركات، استغرقت شركة واد كنيس سنوات لتحقق النجاح المنتظر منها. الانطلاقة كانت متواضعة، أين كانت الزيارات اليومية تقدر بالعشرات فقط، وكان مصدرها أصدقاء المؤسسين وعائلاتهم، لغاية سنة 2007، العام الذي أقيم فيه أول مؤتمر للتسويق الإلكتروني بالجزائر، وتم دعوة الفريق للحضور ليشهد عدد الزيارات ارتفاعا كبيرا، وتكون الانطلاقة الحقيقية لهذا المشروع الناشئ. انطلاقة موقع واد كنيس انطلق سنة 2006 كمدونة على الويب لنشر إعلانات بيع السلع وتسهيل الوصول إليها. سنة 2009 تم إطلاق عرض خاص يسمح للمستخدمين بفتح متجر خاص بهم على الموقع مقابل اشتراك بسيط قدر ب1000 دينار جزائري لكل 100 إعلان. أصبحت لدى الشركة نسخة خاصة من موقع ويد كنيس باللغة العربية، وقامت الشركة بإطلاق كل من موقع أوتوبيب الخاص ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، إضافة لموقع سيفيت الخاص بالباحثين عن العمل وأرباب العمل.